بعجينهاش، خليكم مع المقادير. اول حاجه غادي نبداو، غادي ناخدو معلقه ديال الخميره، معلقه كبيره، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال السكر سنيده تكون مملوءه شويه، نص كاس ديال الماء دافي، ونخلطوه الكل. وغادي نضيفو عليهم نص كاس ديال الطحين، وغادي نخلطوه. تنتأكدوا بأن الطحين انسج مع الخليط اللي عندنا. ودابا غادي نغطيه انا غطيته بكيس بلاستيكي، ونديرو عليه شي منديل ونخليه تقريبا نص ساعه ونرجع لكم. بعد ما دازت نص ساعه شفتوا الخليط كيفاش كيكون عندنا، راه خمر. غادي نديرو صاشي ديال الفاني، رشة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة مملوءة، وربع كاس ديال الزيت. غادي نخلط الكل، وغادي نضيف الحليب، عندنا تقريبا كأس غير مملوء، نخلط الكل جيدا. وغادي نبدا نضيف تدريجيا جوج كؤوس عندي ديال الطحين اللي اكيد نكونوا مغربلينه قبل. بعد ما ضفت الطحين دابا غادي نجمع الخليط وغنوضعه في واحد الإناء آخر ونكمل معاكم. دابا غادي نبداو بالخطوة الثانية ديال اللوز. عندي هنايا 50 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ، غادي نضيف عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي، وصاشي ديال الفاني، غادي نخلط الكل حتى تندمج معنا الزبدة مع السكر. غادي نضيف عليهم بيضة، ونخلط الكل. نخلط مزيان، ممكن تخلطوا بطراب كهربائي، انا استعملت غير خلاط يدوي. دابا ضفت كاس ديال اللوز ما يعادل 50 غرام، ومعلقة ديال المايزينا أي النشا، نخلط الكل. اللوز راه ما محمرش عندنا، راه خضر وطحن. بعد ما خلطت الكل غادي نديرو في واحد البوش وغنوضعو في التلاجة. دابا بعد ما خمرت عندنا العجينة غادي ناخدو القليل من الدقيق، حيت العجينة راه عندنا خفيفة،
غادي نوضعها على سطح العمل، نعود نرش عليها الدقيق، غادي نطلقها شوية ونقطعها. انا هنا غادي نقطع على 8 ديال القطع. اللي بغى يحصل على قطع اكثر من هكا يضاعف المقادير. عمدا ناخد كل قطعة غادي نكورها، العجين راه كيجي خفيف. غادي نستمر معكم بحال هكا حتى نكمل جميع القطع اللي عندي. هاد العجين راه ممكن تستعملوه حتى في حشوة مالحة. دابا غادي نغطيه وغادي نبدا ناخد أول كرة نبدا نطلقها. غير شو الطحين راه ما تخافوش حيت كتلصق شوية. نحاول نسرحها شوية. غادي ناخد قطعة ديال البيتزا، غادي نبدا ندير شرائط طوال. وغادي نتني عليها العجين اللي ما شرطناش. ونطلق شوية. غادي ناخد الحشوة ديال اللوز بعد ما بردات، غادي نوضعها في الوسط، نوضعو غير القليل. غادي نبدا نلفها بهذه الطريقة، غادي نشدها بالإصبع ديالي من الأسفل باش ما تخرجش معنا الحشوة. غادي نستعمر نكمل قاعد القطع على هذه الطريقة. دابا غادي ندير الجرارة بالطريقة المعاكسة ماشي كيف حالي وريتكم في الأولى. غادي نعاود نسد العجين على هذه الطريقة. إلا حسيتو بها غليظة عاودوا رقوها شوية، ديروا الحشوة في الوسط. نعود نلفوها، حنا كنلفو حنا كنثبتو بالإصبع ديالنا. أنا غنستمر هكا، خليكم على الشكل. هذا هو الشكل ديالهم الاخر بعد ما كملتهم كاملين. دابا غناخد واحد البيضة عندنا،
غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم. دهنهم كاملين، دهنهم حتى من الجوانب باش ما يبقاوش بيضين. في هذه اللحظة راني مشعلة الفرن كيسخن، درجة حرارة متوسطة، كون شاعلة عليه غير من الأسفل. هذا هو الشكل النهائي بعد ما طابوا. شوف الشكل ديالهم، راه كيجيو محمرين. خديت شوية ديال السكر كلاصي، غادي نرش على بعض القطع. النصف غنديرو بالسكر كلاصي، والنص الآخر غادي ندهنو بالعسل وشوية ديال اللوز إيفيلي اللي حمرته. ممكن تدهنوا حتى بالكونفيتير اللي عندكم. ندهن غير الوسط. اكيد خليتهم حتى دفاو شوية، عاد بديت كنزينهم. وضعوا اللوز غير في الوسط، يعني البلاصة اللي دهناها هي اللي نوضعوا فيها. غادي نستمر هكا وخليكم معايا حتى تشوفوهم الشكل النهائي طبق التقديم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، نتمنى يعجبوكم. وبالصحة والراحة، الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.